اليوم يا شباب راح اشوف ميزات المتابعين، ويا رب يا رب اني اضحك يا اخوان. قبل نبدا المقطع اشتركوا انتم مشتركين، وبسم الله يا اخوان نبدا المقطع. اول ميم يا شباب من نحس. او ماي جاد يا سموك الفاكهه العبيطه ذي. السموك اعظم فاكهه على مر التاريخ، الفاكهه الاسطوريه. شباب يعني انا اذا غلطت على السموك ترى انا غلطان. السموك مي غلط، السموك افضل فاكهه على مر التاريخ. يقول لك كل الناس تتفق ان الريس فور يا شباب موجود فقط في بلوكس فروت عيسى. هذه يا شباب من فصلات البث، هذه حلوه الله، هذه حلوه. ثريا 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 نجا. سمين سمين عنكبوت عنكبوت عنكبوتي شعشبوت. رتيلة. جدة قوندا. انا احيانا لما اتكلم مثلا مع جزائريين ولا اتكلم مع المغاربة، خصوصا المغاربة يا اخوان، ما افهم ايش يقولون يا اخي، لهجتكم كذا ورا بعض فاهمين، احس الكلام كذا ورا بعض، تقول ليش ومدري ايش. يونس ارجو يونس مامو There once was and the name of the ship was the Billy O.T. The winds blew down below my bully boys blow. Soon may one day when the tongue in his نايس نايس. والله يا شباب سلوك ايزي. يقول لك الفرق بين عيسى والمتابعين اذا لقوا فاكهة سموك. عيسى يا ويل حظي الله لا اكلها. المتابعين برميها بزبالة ويظهر خلف جني، يطلع هو عيسى يقول لك اياك يرميها. عيسى يبي ينتقم بس يتنعس. Say, I was always wrong. Every question turned into another long lecture. And all I want to say, that it wasn't for me to make me mad. حياتي بدون اخوي الصغير. كوراسون. لا لا لا. قسما مثل ما عليش انا اسف. اخوي الصغير بالنسبه لي يا شباب يعني هو حياتي يا اخوان. My baby dropped my tablet. My wife told me to just give it away. But just for fun, I posted it online for $20. And surprisingly, someone responded. And after some bargaining, I sold it for $10. المتابعين لما شاف عيسى يضحك على ميمز ابو قماع، مقاطع مع قماع، المتابعين قاعدين يحلفونها. الله شباب تكفون بدون حل، تكفون. حتى ابو قماع يا اخوان ما صرت اضحك عليه، حتى ابو قماع. اوه اوه شباب كاتب قصة، خلنا نقرا القصة يا اخوان. يقول لك عيسى في السيف زوم ينتظر كلب البونتي بالفواكه الغالية وما بيطلع فيه رمو سموك. وما بيطلع، فرموا سموك في الارض واسرع سجيبها وجلدوه. عيسى بغى ينتقم، جاب المتابعين ودخلوا عليهم، لقوا فواكه كثير في الجهة الاخرى فاخذوها. وعيسى لقى فاكهة سموك في المكان الاخر، ولما راح جاوا يجلدون الصهر. المتابعين لقاهم يقولون في الزيت الفواكه. والله اني حاولت اقراها، وقسما بمن احل القسم قعدت احاول اني اقرا القصة. هو يبغى يقول لنا يا شباب اني انا مرة احب فاكهة سموك، واني انا مرة نوب، واني انا يعني اذا تصفقت اجيب المتابعين. هذه يعني القصة فاهمين. كلب سموك متابعين. يقول لك اتعلم كومبو احترف اللعبة واوصل ماكس اجيب كل شيء. لا 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 ما ينفع معاي. حلو اسوي تمطيط حتى اوصل ماك واكل فواكه خاصة واضيع فواكه وما اتعلم كومبو وما استخدم سيف الكومبو.
تخيل انا لي 8 شهور العب لوكس فروت ما وصلت ماكس، الناس الطبيعيين في شهر يوصلون ماكس. يقول لك عيسى لما يشوف احد من المتابعين يبغون يساعدونه يطلع كلب بونتي جاب من اخر العالم ما يوصل 30 مليون. كلام البونتي اكرهكم والله اكرهكم ربي. ابوي بالله شرينا بيتزا، ابوي بالله شرينا بيتزا. يا عمي انتم مو كنتوا تكرهوا البيتزا؟ لا دحين لا احنا صرنا نحبها. انا ماني عارف ليه فجاه صرتوا تحبوها كذا. عشان المشهور اللي يحبوه سوى اعلان للبيتزا. شوف البيتزا كيف تتمط يا حبيبي، شوف ابوي بالله شوف كيف تمط. يا عمي 12 سنه مطه زي كذا ما حد كان يبغى ياكل مني. طب ابوي بالله شرينا بيتزا. لا لا مو اعلان، شوفوا تروحوا تشتروا، لازم يكون عندك شخصيه. لا لا ابوي انا ما حشتري، انا ما حشتري. جيب لي واحد بيتزا بالجبن كبيره. شوف 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 يا حبيبي الجبنه. سمعت انت المشهور ذاك اللي ايوه يا اخي والله انا عيالي تاثروا فيك، ابغاك تتكلم بس عن بر الوالدين، الصلاه في المسجد. ابشر ابشر عمي ان شاء الله. الله يسعدك، كمل كمل اعلانك حبيبي يا عم. الله يسعدك. كم تاخذ انت الاعلان؟ البيتزا يا اخوان. هذه هي المارغريت. ما شاء الله على وين؟ رايح المسجد. طيب لسه ما ادى. ايوه عشان نلحق الصف الاول. الله يا عيالي الله. كيف تغير ذول فجاه؟ امس كانوا يجمعوا المغرب مع العشاء. عشان عمر مصحنا الله يعطيه العافيه. الصلاه دائما في وقتها ولازم بر الوالدين. يا سلام، هذا المحتوى الصح، هذا اللي تتابعوه. واليوم اعلان ذا الدبابه الاسطوريه. والله الدبابه الاسطوريه. عمي كان سنده ناس فلسنا. حلو. نايس يا اخوان، والله نايس. فكره المقطع اسطوريه، تمثيل اسطوري، جواب عمر اسطوري، محمد شايف اسطوري، مقطع رهيب. اخوي نايم بامان الله. انا تضربه؟ من هو ربك؟ من هو ربك؟ ها؟ من هو ربك؟ شنو؟ من هو ربك؟ ترى اللي يمزح وقت النوم ترى والله شيء غلط، امزح طول كل وقت، بس وقت النوم لا، الوقت النوم للنوم، والله. مونكي دي عيسى. اللقطة دي خلتني ارقص، والله لو دريت انك تنبسط اعطيتك دراجون، وقسما بالله، والله ثم والله اعطيتك دراجون يا كاين. عيسى انا وسموك، علاقتي مع سموك والساند يا اخوان، البوذة، البوذة تحت البحر. كريهة كريهة البوذة. لا تتصل يا بشر. لا تتصل يا حيوان. من جد؟ من جد في مقطع اسمه رقم الشيطان؟ رقم الشيطان. واو! نايس محتوى. نايس محتوى والله. تتصل على 666 مين يرد عليك؟ الشيطان يجاوب حد ذاته. مقاصف هاليوم تصير مقاصف. واليوم هيجي بجمهور عيالي يوم تصير مقاصف. شوف الجريا شوف الجريا. شوف هذا دبي. اوه كابتن، اوه بتكسر كرش. يا خا اوه ماي جاد، اخرا ايش الصوت ذا؟ درستنا ما درستنا، جينا ورجعنا لك يلي بالحب جمعتنا، والله اشتقنا لك. ما درستنا ما اكتشفت ان في ناس ما مش معاهم عقول. ما انا احلف بالله يا اخوان وربي وما اعبد انه من اغرب الاشياء اللي شفتها في عالم الانترنت. شفت في السوشيال ميديا اشياء غريبه، هذا من اغربها يا اخوان، هذا من اغربها. لابس لبس اخته وشنطه اخوه ولابس شعر باروكه ومعاه شنب ووجهه زي الكوع. واو واو واو. مريم بنت عمران، ايش اسم ابوها؟ اسم ابوها يا ولد اتحداك خذ 500 ريال الحين. والله اني الحين ناسي يا ولد. اخيرا شفت المقطع. زور يغني اغنية عيسى في البث. لا 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 مستحيل. خلنا نسمع. يهوه 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 よほ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 
توني توي تشاو تاو.